أهلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عمو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم. هو اليوم العالمي للإسعافات الأولية. أنا في كل مرة نتكلموا على هذه الأيام الدولية والعالمية حتى نحسس الناس. والشاطر يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة، حكمة، مثل، معلومة. أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازي الملقب به أبي الطب العالي. أحبائي، بما أننا في الدخول المدرسي، وش رأيكم عمو يزيد يغني لكم أغنية صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. الأصدقاء نتاعنا راهم يبعثوا لنا رسائل عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات، وهذه الرسائل راهي توصلنا. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدوا هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء في الأوقات التالية. كونوا في الموعد.